أسعد الله صباحكم بكل خير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بإذن الله الآن متوجه من مطار أنكريج إلى مطار جونو، أتزود بالبقود إن شاء الله، ثم إلى بلينغهام في ولاية واشنطن على الساحل الغربي الشمالي الأمريكي. الله يجعلها رحلة مباركة وموفقة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بفضل الله عز وجل وحفظه وتيسيره، رحلتي وحيدا بالطائرة حول العالم التي تمت بثلاثين رحلة في 26 يوم من 9 يوليو إلى 4 أغسطس 2024. تخللها 3 أيام توقف صيانة و3 أيام حضور فعالية أوشكش للطيران وتمثيل نادي الطيران السعودي بها. الرحلة 15 اليوم 12 السبت 14 محرم 1446 الموافق 20 يوليو 2024. الرحلة الأولى لهذا اليوم كانت الطيران شرقا من مطار أنكريج إلى مطار جونو في ولاية ألاسكا الأمريكية للتزود في الوقود قبل مواصلة الرحلة إلى مطار بيلينغهام بولاية واشنطن الأمريكية المحطة النهائية لهذا اليوم. بعبوري قبل أمس خط الطول 180 الفاصل بين سايبيريا وألاسكا، عدت يوما كاملا في الزمن، والمفترض أن يكون اليوم لو بقيت في أنادير بروسيا يكون 21 بدل من 20 يوليو، واستغليت هذا اليوم المخفي من زمن الرحلة للتوقف يوما كاملا في أنكريج، واستعنت بفني طيران ملاحة معتمد لإصلاح نظام الملاحة في الطائرة وتنزيل الخرائط الملاحية الخاصة بأمريكا الشمالية. رحلة اليوم كانت بعد مغادرة أنكريج في جلها ما يسميه الطيارين IMC conditions، وهي الظروف الجوية التي يتم فيها الاعتماد تماما بعد الله عز وجل على نظم الملاحة في الطائرة بسبب تعذر الرؤية خارج قمرة القيادة. وواجهت بعض المطر وبعض الصقيع الخفيف في بعض مراحل الرحلة، والرياح كانت معاكسة في مجملها، والحمد لله الرحلة كانت ميسرة بفضل الله عز وجل. حاولت تصوير متى ما أمكنتني الرؤية المناظر الخلابة الجميلة التي تزخر بها ألاسكا، فسبحان الله بديع السماوات والأرض. المسافة كانت 1052 كيلومتر، زمن الطيران 3 ساعات و53 دقيقة، الارتفاع كان 13,000 قدم، متوسط السرعة الأرضية 272 كيلومتر في الساعة، استهلاك الوقود كان 182 لتر وقود طائرات بمعدل 47 لتر في الساعة، وكانت وضعية الطيران على وضعية الطيران الاعتيادي باستخدام 70% من طاقة المحرك. فللمولى عز وجل الحمد كله على حفظه وفضله وتيسيره لي.
أسعد الله صباحكم. أنا الآن في مدينة جونو في ألاسكا في مطار جونو. أطلعت اليوم من أنكرج، إن شاء الله بواصل إلى بيلينغهام إن شاء الله في ولاية واشنطن على المحيط الهادي شمال غرب أمريكا. الله يكبر إحنا مباركة.